السلام عليكم، معكم واحد الاخ خدام في المارشي نتاع الهديم جزار. المهم غادي نتكلموا لكم على الاثمنه والرواج ديال المارشي في هذا الشهر ديال شعبان. حنايا بالنسبه للاثمنه حتى ينقصوا شي شويه، بعد بحال دابا كمثلا كتكون الذبيحه الاثنين والخميس تيصبحوا ناقصين واحد 10 درهم، ولكن التجار من بعد ذاك النهار اللي تقول تعطيهم الريزلتا ينقصوا 1000 فرانك، هما لا قدلي تيصبحوا زايدينها. بالنسبه للحم ديال البقره كان داير 70 درهم، دابا راه حيدوا منه واحد 100 ريال، دابا راه تيدير 13%. الكفته تدير 16% ريال ديال البقره. اما بالنسبه للعجل الكفته ديالو تدير 100 درهم، واللحم واصل 17% لحد الان. دابا هذا الثمن ديال المارشي ديال الهدم. كنخرجوا بحال دابا مثلا لي كارتيه اللي كاينين اللحومات، كتلقى اللحم ديال العجل داير 18%، والكفته تيديروا لها 2200. يعني حنايا عندنا هذه الحاله هذه تنعيشوها لا يرثى لها. يعني التجار تيديروا خدمتهم، واخين تيوصيوهم ينقصوا الجنا، وهذا الناس ديال السوق بحال في الكرنه تيديروا طريف كبير بشحال تيتباع بالجمله. بحال دابا في الكرنه تيشريوه هادو اللي هنا، تيشريوه في الكرنه ب 50 درهم للكيلو ديال البقره، تيشريوه من الكرنه ب 50 درهم تيجيبوه لهنا المارشي تيبيعوه ب 13%، عندهم 300 ريال في الكيلو ديال البقره. اما العجل داير في الكرنه 14% ريال بالجمله، تيهبطوا لهنا تيبيعوه ب 17% ريال، والكفته ديالو 100 درهم. وبالنسبه للحوانت اللي مغير المارشي راه دايره الكفته 2200، واللحم داير 18%. هادشي اللي كاين. ان شاء الله هي من ناحيه الاستعدادات ما كاينينش شي استعدادات اللي يعني بالنسبه للاصلاحات، ولا هي الناس راه اللي مولفه تبيعوا راه غادي تبيعوا في رمضان. هي بالنسبه بحال دابا مثلا دوك العظام وداك المخ وداك الشيء ديال كيولي ما كيبقاش يتلاح، تيولي في رمضان بحال دابا مثلا تيتباع الناس تنسم به الحريره. بحال دابا المخ العظم راه واصل 20 درهم للكيلو، المخ العظم ديال البقره. بحال دابا ملي تيحيدوا العظم ديال البقره كاينين الناس اختصاصيين في المارشي تيجيو تيهزوا العظام تيحيدوا لهم دوك الريوس تيجبدوا لهم المخ. داك المخ تيكون صالح للشعر، للركابي، للبرد، للروماتيزم، تيديروه الناس الحريره. شحال هادي كانوا كيدفعوا للشركه كتصنع به كنور، بحال دابا تيخدموا السلك والعظم تيجيو يديو العظم. دابا ديك الحاله ما بقاتش، داك العظم وهذا مات ديك الحرفه، دابا ولا غير المخ هو اللي تيتباع بالنسبه في رمضان، من غير رمضان ما تيتباعش داك. هي بالنسبه للسوق ديال المارشي ديال الهديم لحد الان تيعيش واحد الحاله شويه صعيبه. علاش؟ لحقاش دابا مشاو للقنت جهد الساحه وصلحوا داك الصف، صلحوه مزيان، هادو المسؤولين ديال المكناس صلحوه مزيان، وجاو عاوتاني لا تصفاده صلحوه غير نص فيه ما كملوش، وخلاو هاد التصفاده معفون. يعني دابا هاد القنت هذا الناس تدخل لهنا كتدخل البانيويات ديال اللحم والدمايات، تيبقى داك الشيء هنايا مزالك تينقلوه للصفوفه الاخرين. يعني دابا حنا هاد الحاله هادي تنعيشوها لا يرثى لها، ومع ان الميزانيه خارجه ديال الاصلاح ديال هاد القنت هذا، ومازال ما بغاوش يجيو يصلحوا لنا. هذا راه تيتسمى تعدو. يعني عندك هاد الصف هذا صف رقم واحد من جهه السكاكين، وصف رقم جوج، كاينين صف رقم واحد وصف رقم جوج من جهه الدروج ديال السكاكين، من جهه مالي البغرير والرزيزه مازال ما مصلوحينش. اما المارشي كامل تصلحوه الا هاد القنات هادو خلاوهم. هادي هي اللي بغينا نعرفوا حنايا علاش هاد المسؤولين هادو ما تيكملوش الخدمه ديالهم. حنا هادي هي اللي بغينا نعرفوا علاش. دابا حتى الكليان ولاو تيمشيو لبلاصه نقيه وتيخليو هاد البلاصات ما تيبغيوش. يعني الناس هنا راه شاريين حوانتهم اكثر من 20 سنه هادي، وتجيب تيجيبوا السلعه ديالهم وتضيع لهم. هادشي راه حشومه، هادشي راه لا يرثى له كاع. صافي خدمتو وصلحتو واحد القنت وكملوا على الاجر ديالكم، ماشي تحرموها على واحد اخر. شي الناس اللي تيبيعوا هنايا الناس قاسم مساكن مقصحين تيبقاو تيشوفوا في السلعه ديالهم تيلوحوا النص فيها. راه قبل كورونا هما الناس عايشين هنايا مضرورين.